السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قلعة الكبش بالسيدة زينب بالقاهرة. الوصول للمكان اللي احنا فيه سهل جدا، تركب اي حاجة من السيدة عائشة وتيجي لهنا علشان نتكلم مع بعض عن تاريخ مدينة القطائع الطولونية والساقية بتاعتها. قلنا ان احمد بن طولون وصل لمصر كحاكم من قبل الخلافة العباسية في سنة 254 هجري 868 ميلادي، وسكن في بادئ الامر في مدينة العسكر العباسية، العاصمة الثانية لمصر الإسلامية اللي بناها القائد صالح بن علي العباسي في سنة 133 هجري 750 ميلادي، شمال شرق مدينة الفسطاط اللي بناها عمرو بن العاص، وفي الجنوب مننا هنا عند مستشفى 57 وسور مجرى العيون في الاتجاه ده كده. أحمد بن طولون كان جايب معاه غلمان وجواري ومماليك كتير من الأتراك، فلاحظ إن مدينة العسكر ضاقت بيهم، فاضطر إن هو يعمل لهم مدينة جديدة ينقل فيها معاهم ويعيشوا فيها، والمدينة دي في نفس الوقت يشبع فيها الطرف والأبهة اللي هو شافه وعصره وعاشه في مدينة سرة منرأة حاضرة الخلافة العباسية اللي بناها الخليفة المعتصم 120 كيلو شمال بغداد في سنة 220 هجري 834 ميلادي، لأن أحمد بن طولون اتربى في مدينة سرة منرأة أو سمراء. جه هنا مع كبار رجال دولته، ركب واتفرج على المكان، لقى المكان عبارة عن فضاء فسيح في شمال شرق مدينة العسكر، مفيش فيه إلا بعض القبور لليهود وللمسيحيين، فأمر بحرسها وتعويضهم وابتدى يبني المدينة بتاعته علشان تكون العاصمة الثالثة لمصر الإسلامية. وقلنا بعد سنتين من وصوله لمصر، يعني في سنة 256 هجري 870 ميلادي، أول حاجة بناها في المدينة هي القصر بتاعه، القصر وجنب منه الميدان، وبعد كده أذن بقى، أعطى الإذن لكبار رجال دولته والأمراءه إنهم يبنوا ويشيدوا جنب القصر بتاعه، أقطعهم الأرض. الإقطاعات دي هتبقى على أساس عرقي وأساس طبقي، بمعنى إن هيبقى فيه قطيعة للروم، قطيعة للأتراك، قطيعة للأحباش، قطيعة للسودانيين، قطيعة للنوبة، يبقى في قطيعة للحرفيين، قطيعة للصناع، قطيعة للحرفيش. من هنا جه اسم المدينة القطائع. المدينة دي اتدمرت تماما بعد ما كانت مأهولة بالسكان، وفيها بقى كل عناصر المدينة الإسلامية من الأسواق والجامع اللي هنتكلم عنه حالا. اتدمرت على إيد محمد بن سلمان الكاتب وجيوش الخلافة العباسية لما جت تسقط الدولة الطولونية وتقضي على أحفاد أحمد بن طولون في سنة 292 هجري 905 ميلادي. أحمد بن طولون بنى الجامع بتاعه بعد 7 سنين من صلاته في جامع العسكر. يعني شوفوا، احنا بنقول ان هو بنى المدينة في سنة 256 هجري 870 ميلادي، هو بنى الجامع في سنة 263 هجري 876 ميلادي، بعد 7 سنين كان بيصلي في الجامع بتاع مدينة العسكر، وبعدين برضو لما داق بيهم نقل هنا وجاء عمل الجامع بتاعه اللي قال عنه: أريد أن أبني جامع إذا غرقت مصر بقى وإذا احترقت مصر بقى. غرقت مصر فهو هيبنيه على مكان عالي بحيث لو الفيضان جه. شوفوا احنا المكان عالي هو، يعني المأذنة اللي هناك دي مأذنة جامع السيدة زينب، ووراها برج القاهرة. شوف العلو بتاعنا هنا، ان احنا هنا على جبل يشكر اهو، فبحيث ان لما يجي الفيضان، شوفوا احنا بمحاذاة سطح جامع السلطان حسن، قدامنا السلطان حسن والرفاعي اهو هناك اهو، والقلعة هنشوفها حالا. المكان العالي ده هو امان للجامع وامان للمدينة ماشي، بس في مشكلة بقى، المية هتطلع للناس اللي هنا ازاي؟ بصوا بنت قلعة صلاح الدين اهي برضو، وبان فيها المأذنة اللي في الآخر خالص دي اللي هي مأذنة جامع سليمان الخادم أو سرات الجبل اللي في القلعة خالص ورا خالص اهي. والمأذنة اللي قدامنا دي مأذنة سرغطمش اللي جنب جامع أحمد بن طولون. المية بقى هتطلع للناس اللي هنا ازاي؟ هتطلع لهم عن طريق ساقية هي اللي قدامنا دي، شايفين؟ ما زالت العلبة بتاعت الساقية موجودة لغاية النهاردة اهي، بصوا عليها كويس اهو. دي تعتبر اقدم ساقية في مصر الاسلامية، ودي مختلفة عن الابار
البير اللي انا صورته قبل كده في السيدة عيشة قلنا ان ده بير مية طبيعي، ان هم بيحفروا لغاية ما يوصلوا للمية يجيبوا مية ويطلعوها بعد كده. لكن هنا الساقية دي على عهدة الدكتور محمد الششتاوي، بيقول ان كان في تحتها هنا بركة اسمها بركة الحمصاني. البركة دي كانت بتتملي مع الفيضان، لما يجي الفيضان من النيل، النيل في الاتجاه ده كده، شايفين حتى الفنادق اللي على النيل اهي، الفيضان يجي يغرق المناطق دي ويملى البركة دي، وبعدين بقى المية تطلع من تحت من هنا عن طريق الساقية دي، تطلع للمكان اللي هنا تتخزن، تتحط بقى في خزانات، وبعدين انابيب بقى توصل المية للناس اللي ساكنة هنا في المكان ده. الساقية دي في ناس رجعوها للعصر، يعني الباحثين قالوا ان هي طولونية من شكل حتى مادة البنى اللي هو الطوب الآجر اللي احمد بن طولون بنى الجامع بتاعه بيه، وبنى برضه القناطر بتاعته اللي موجودة في البساتين كنا صورناها قبل كده. وفي ناس رجعوها للعصر الاخشيدي. ايا كان، سواء كان الطولوني او اخشيدي، فعمرها اكتر من 1100 سنة، يعني طولوني او اخشيدي مش هتفرق. وان هي من اقدم السواقي في مصر الاسلامية، ده لو ما كانتش الاقدم، اقدم ساقية باقية عندنا اهي. بصوا عليها كويس، ممكن تيجوا تزوروها بالمناسبة يعني بسهولة خالص. احنا بنزور الاماكن دي كل يوم جمعة، تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق رقم الواتساب اللي موجود على الصفحة. ما تنسوش تعملوا شير. نشوفكم ان شاء الله في أثر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.